أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حكما بالسجن 30 عاما على القائد العسكري الكنغولي السابق بوسوكو نتاجاندا لإدانته بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال. وأدين نتاجاندا البالغ من العمر 46 سنة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان قائدا للعمليات العسكرية في ميليشيا اتحاد الوطنيين الكنغوليين في شرق جمهورية الكنغو الديمقراطية بين عامي 2000 و2003.